بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي خياتي، كثير من الأسئلة جيني وأنا في اللايف، اللايف ستريم على الفيسبوك، حول لعبة الورمات وكيفية تفعيل السيرفرات بالنسبة للحاسوب وبالنسبة للهاتف. ودركا رايح بإذن الله نشرح شرح على الخفيف كيفاش نفعل السيرفرات في الحاسوب وفي الهاتف. بسم الله على بركة الله. أول شيء ندخل الموقع كما راكم تشوفوا فيه الموقع ما مش مفعل فيه سيرفر، ولازم لك تكري ان كونت. من الأحسن يكون بجوجل، الأحسن يكون حساب بجوجل، لأنه كثير فينا اللي يروح يفعل بالفيسبوك. الفيسبوك مش مضمون، كان يفتح حساب مؤقت يمكن يغلقوا له الفيسبوك ويروح له الكونت نتاعو في اللعبة. كان اللي يبقى يحافظ على على السكور نتاعو وعلى الهيد شوت وعلى كل شيء. المهم الأحسن تفتح جوجل أحسن. أنا كان عندي حساب فيسبوك استغنيت عليه، فتحت حساب جديد اللي هو جوجل، وراني نخدم تاع جوجل إن شاء الله. المهم كيفاش نكتفو السيرفرات؟ أول شيء نروحو نحوسو في جوجل على الأداة الإضافة اللي يزيدوها في المتصفح، إضافة اللي يزيدوها في المتصفح ويسموها Warmblood Connect. بعد ما خرجنا في الرشاش هكذاك نروح لهادي الأول خيار اللي راح يدينا متجر جوجل، المتجر المتصفح جوجل كروم. بعد ما دخلنا هنا كما راكم تشوفوا هنا راح يقول لك انستالي ولا اجوتي اوبرا، يعني اضيف اضافه الى متصفح اوبرا. ديروا اجوتي ان اكزيكيسيون الاداه بغيت نصبت الروح اللي هنا نلقاوها هاي كما راكم تشوفوا نصبت الاداه. بعد نروح نديروا اكتياليزي ولا نحملوا الصفحه من جديد. كما راكم تشوفوا انا راني مفعل سيرفرات، برك نحيت اداه عاد رجعتها باش نعطيكم الشرح. ثم راح تجيكم مكتوب هنايا الاي دي وما تكونش مفعل السيرفرات. كان طريقه انك تفعلها مده ساعه، ما نقدرش نوريها لكم لاني انا مفعل سيرفر. طبيعة الحال هذا بالنسبه للمتصفح. وكي تبقى تفعل سيرفرات لازم يكون عندك الاي دي، والاي دي تجبدو منا وتعطيه الأحد وكلاء اللعبة ولا الأداة. خلص $3 للشهر وتعطي لهم هذا الاي دي يفعلوا لك الأداة. هذا بالنسبة للمتصفح. بالنسبة للهاتف أنا راح نشرح لكم في المحاكي. راح نشرح لكم في المحاكي. اول شيء لازم يكون عندك متصفح اسمه الكي وي. نتي نشارجوه نحملو المتصفح من جوجل من جوجل بلاي كي وي براوزر. كي وي براوزر استغرب شوي الوقت. الحين بعد ما نزلنا متصفح كيوي نفتح المتصفح. بعد ما فتحنا المتصفح نروحوا نحوسوا نبحث على الإضافة الخاصة بالأداة والتي اسمها Warm World Connect. هاي
هانتر. بعدين ندخل اول خيار ومن بعد ما اعرفش اذا ريت تظهر عندكم ولا لا، نعمل اضافه هسه. نفس الخطوات اللي نديرها في المحاكي تعملوها انتما في الهاتف. سطبنا الإضافة ونروح نبحث على شيء آخر، واللي هو نرجع لسوق جوجل كروم ونبحث هون، نبحث هنا، نكتب فول سكرين، فول سكرين. من بعدين ننزلوا هذه فول سكرين فور جوجل كروم، هذه لكم تشوفوا هذه، نكليك عليها بعدين نضيفوها. حسنا الحين لما نروح هنا نلقاو كلش مزبط، ها فول سكرين والأداء. الآن نروح لموقع اللعبة وورمات .i. ندخل اللعبة عادي بشكل عادي، من بعد ندخل الحساب نتاعنا خاص بجوجل، كما راكم تشوفوا انا دخلت لحسابي، ميزة السيرفرات مفعلة بشكل عادي، ميزة السيرفرات بشكل مفعلة بشكل عادي كي تصطالي كلش ودير كلش، ما عليك غير تكبس على فول سكرين تتعمر الشاشة ومن بعد تدخل السيرفرات بشكل عادي. ها بشكل عادي، ها السيرفرات بشكل احد. المهم هذا كل شيء، المهم هذا كل شيء. في الهاتف راح تكون احسن من المحاكي طبعا. نتمنى ان شاء الله عجبكم الشرح نتاعي، واذا ما فهمتوش حاجه علقوا لنا اتركوا لنا تعليق نعاود نشرح لكم فيه كلش ان شاء الله. ما تدخلوناش سبسكرايب للقناة وتابعونا على صفحتنا في فيسبوك، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.